راني مشرقي من عند راهم. لو بروجي نتاعي اسمه دار العين، ان كونسيبت ان نوفو كونسيبت كي فالوريز لو بوتونسييل ناتوريل اي كولتوريل دو عند راهم انسي كو توت لا ريجون دو نور اويست. في اون ديفلوب دي سيركوي ايكو توريستيك، فيهم اون انتيغر دي بيتي برودكتور دي ارتيزان اي سورتو دي فام ارتيزان كي اون سافوار فير انسيسترال بور فالوريزي لو برودوي دو تيروار. Ma région est mon inspiration. مرحبا بكم في مدنين. اسمي عباس كسيكسي، انجينيور ميكانيك. البروجي نتاعي هو هاندي ميد، بروجي سوسيال. نصنع لي بروتيز ميديكال سير ميزور. البروتيز هذوما باش تعطيو غراتويتمون للصغار باش يتباعوا للبروفيسيونيل. دونك سي ان بروجي انوفون ا فورت امباكت ايمان اي بوزيتيف. ومرحبا بكم مره اخرى في مدنين. Bonjour, je m'appelle Théa Aine, je suis de la Roumanie. Je fais partie de l'asso Artistes sans frontières. Et maintenant, mon collègue Malek Mazoum va présenter notre projet. Alors, le conteneur culturel, c'est un coworking space à vocation culturelle et touristique à Sfax. Il sera réalisé par des conteneurs. Donc, on va les installer au bord de la mer. On va assurer des activités de création, production et diffusion pour l'ensemble des projets artistiques à Sfax. Merci. Je me présente, Marwan Mokhded Mbenzart, ingénieur en biologie. Mon projet consiste à mettre en place une ferme d'élevage pour produire des vers marins destinés à la pêche. Ces vers marins ils seront dotés d'une très bonne qualité, mais surtout d'un prix très étudié. Donc le grand intérêt de ce projet, c'est la préservation de cette espèce qui est en voie d'extinction dans nos côtes tunisiennes, causée par la surexploitation par les pêcheurs traditionnels. السلام، اسمي هيثم دبيبي، انجينيور ان جيني ميكاترونيك، متخرج من المدرسة الوطنية المهندسين بسوسة. اليوم جاي باش نحكيكم على البروجي نتاع ايفوكرافت. ايفوكرافت سورا ان شاء الله اون ستارت اب تكنولوجيك كي فيز ا كريي دو روبو ايدوكاتيف بور لونسينيمون بريمير اي سكوندير، افان دو غارانتير دي كور اميزونت، انتراكتيف، اي تري انريشيسونت ان ترم دو ماتيير سيانتيفيك. ايفوكرافت، ثينك بيوند ذا ماتس. نادي الحوري، سونيا القارة، ووتر سبيريت بروجيكت. مرحبا بكم في زهوان. زهوان بلاد الماء، والماء لا سورس دو لا في. البروجي نتاعنا فيه زوز حاجات، لا كولتور دي ميكرو الغ و لا فابريكاسيون دي كومبليمون اليمونتير بور باليي لي كارانس اليمونتير لي ديفيسيونس اميونيتير و بالطبيعة بور ان ميور ديفلوبمون مونتال. مصباح من تونس، صاحبت مشروع توفو لاكيدز. هي ابليكاسيون للصغيرات باللغه العربيه، فيها محتوى ترفيهي وتعليمي. اليوم احنا قدم برشا تشالنج بيئي واجتماعي. توفو لاكيدز هي ارضيه لابتكار محتوى وافكار للتوعيه. توفو لاكيدز، نلتقي لنرتقي.